شوبير ظلمني وقعدني في البيت من غير شغل 6 سنين. لكن شوبير مشي ومش هشمت فيه. اللهم لا شماتة، بس أنا فرحان إن ربنا أظهر الحق. هو قعدني في البيت 6 سنين عشان عندي طموح، لكن كان عندي قناعة إن الحق هيرجع. حقي هيرجع وحق اللي مات هيرجع. المراسل ماجد غراب ينهار في بث مباشر ويتحدث عن ظلم الإعلامي أحمد شوبيرلي بعد إيقاف برنامجه على قناة أونسبورت. أنا اللحظة اللي أنا عرفت فيها الخبر ده أنا حاسس إن أنا صغرت 20 سنة. أنا أمي اللي بقالها سنين قاعدة زعلانة على ابنها اللي هو كان موجود ملء السمع والبصر على الشاشات. أمي أنا حاسس إن هي صغرت 20-30 سنة. والله اتفاجئ الجمهور الساعات اللي فاتت بإيقاف برنامج أحمد شوبير على قناة أونسبورت. إنهاء التعاقد مع الإعلامي أحمد شوبير، ما قالش الإعلامي حد، قال الأستاذ أحمد شوبير، ووقف برنامجه ووقف البرنامج يعني إن خلاص التعاقد ما بقاش موجود. وخرج المراسل ماجد غراب واللي كان اشتغل مع أحمد شوبير فترة من الفترات في قنوات صدى البلد وبعدين اختفى فترة، وطلع ماجد في بث مباشر وقال أنا مش مصدق نفسي لحد ما جالي تليفونات كتير بتقولي إنه مشي. البيان بيقول إني خلاص في تصدي للفوضى اللي موجودة في الإعلام الرياضي. الحمد لله وكل الشكر للشركة المتحدة، وشكرا ليكم جدا وانتم فعلا موجودين معنا وانكم بتقدموا الشركة على قدر طموحات الشارع المصري. اللهم لا شماتة، هو قعدني في البيت 6 سنين علشان عندي طموح، ولما الدنيا كانت بتضيق قوي أقول ربنا عمره ما هيرضى بالظلم أبدا. شوبير مشي ومش هشتم فيه، وكان عندي قناعة أن حقي هيرجع وحق اللي مات هيرجع واللي عايش هيرجع. أكون مش عارف أحقق طموحي في بلدي؟ شفت القائم عرفعت وضحكته بترن وضحكته مالية وشه بوجهه البشوش وقلبه الطيب. الحمد لله على نعمة الوطن ونعمة المؤسسات الوطنية المحترمة. والله العظيم أنا بحلم، واللحظة اللي عرفت فيها أنه مشي حسيت أني صغرت أكثر من 20 سنة، وأمي بقالها 6 سنين ما بتنامش بسبب اللي حصل لي مع شوبير. وليه بيحصل معايا كده؟ وأمي لما عرفت صغرت أكثر من 30 سنة. شوبير مشي وسلطان زمانه مشي معاه، وعايز أقول لكم مصر مليانة مواهب ومش بتقف على أي حد، والإعلام المصري بخير وفي شباب زي الفل، وانا عندي فكرة برنامج رياضي وهيخدم كل الأندية ونفسي اقدمه، وعندي حلم اقدمه وعاوز اقعد مع المسؤولين في المتحدة واعرض فكرتي عليهم. شوبير الفترة اللي فاتت اسمه ارتبط باللاعب الراحل احمد رفعت، واتقال ان هو كان سبب في الضغوط الاعلامية اللي كان بيتعرض لها اللاعب، بس شوبير طلع دافع عن نفسه وقال ان هو هيرفع قضية على اي حد هيجيب اسمه ويقول ان هو سبب في رحيل اللاعب. ورغم نفي شوبير لكل الاتهامات دي، قررت الشركة المتحدة وقف برنامجه على قناة أونسبورت وفسخ العقد نهائيا. طبعا شوبير اتضايق جدا ورد على التصرف ده انه ما يعرفش اي حاجة عن الكلام المنتشر وانه حاليا في الساحل الشمالي بيصيف ومش عارف هيرجع امتى. وتعرض شوبير مؤخرا لهجوم على كل منصات السوشيال ميديا والجمهور قلب عليه، وطلع ابنه مصطفى دافع عنه وقال ان ابوه ملوش اي علاقة باللاعب الراحل احمد رفعت. وشفنا كمان شوبير في عزاء احمد وكان واقف جنب اهله وحزين، لكن بالرغم من كده برنامجه تم وقفه وتم فسخ العقد معاه. وحاليا في اخبار ان شوبير هيروح قناة تانية وهي MBC، لكن كتير ما يعرفش ان شوبير طلع قبل كده وقال انه رفض يروح MBC لانه سلطان زمانه وفي أونسبورت وبياخد اعلى مرتب ومرتاح جدا عندهم، ومش عارفين بعد قرار الاقالة ده هل ممكن يروح هناك ولا هيعتزل كده العمل الاعلامي. ده اللي هنشوفه الفترة اللي جاية.